بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا على أطراف الجدار الكبيرة لرصد أماكن تمركز الشبيحة داخل حاجز الجسر وحاجز الغربال والدمار الذي حل بقرية الخلدير للرأس دافئ المتكرر من قبل قوات نظام متمركزة على أطرافها. وكما تشاهدون معنا هذا هو حاجز جسر الخلدية. هنا تمركز عصابات الأسد. وهو جسر الخالدية. انظروا لحجم الدمار الذي حل بممتلكات المدنيين داخل هذه القرية. هذه القرية يوميا تتعرض للقصف من الكلية الحربية ومن حاجز الجسر ومن حاجز دوير. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار هائل جدا حصل بمنازل وممتلكات المدنيين داخل هذه القرية. وهنا كان يقع مسجد قرية الخالدية. انظروا ماذا تبقى منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا يقع حاجز الغربال الذي تتمركز به الشبيحة. هذا الحاجز يوميا يقوم باستهداف قرية الخالدية وبلدة الدار الكبيرة والرشاشات الثقيلة وقذائف البيت 9. وهنا تقع مؤسسة الكهرباء وحاجز مؤسسة الكهرباء. انظروا إلى ممتلكات المدنيين وماذا حل بها. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان معكم محدثكم الناشط أبو أسعد الحمصي من بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمال.